وجيتوا على هاكذ نمس وشال الحذاء خلانه على كتفه أبخل منه. قال من طلع لي هذا؟ كان يا ما كان وعلى الله والتكلان وكل من علينا ذنب يقول التوبة واستغفر الله. واليوم قصتي قصة شوية بها بعض الطرافة وكانوا يحكوها أهلنا أهل قبل، واليوم بحكي لكم عن البخل والبخلاء المشهورين بذاك الزمان. واليوم بدي احكي لكم عن واحد رجال لا هو طويل ولا هو قصير، قلتم يقول وسط وسط، وكان وسخ نمس ومشهور بالقراتة، قرتي يعني قرتي وبخيل كثير، وكان على درجة من القراتة مالته كانت الناس تضحك عليه وتقشمره، وهو كان متونس على هاي كثير، لان عبالك فقد شيء انه راح يقول من يقولوا له بخيل وقرتي يعني امتاز عن باقي الناس، ومتونس على هاي الشغله لدرجه انه كنا حواس وكلنا مشقق ومغقعة. والحذاء تكرمون اللي يلبسه كان مال خمس رجال، واشون كان يشبهونه بابو قاسم الطنبوري، هذا ابو قاسم الطنبوري معروف الحذاء مالته، هذا وصل من يروح الى قونه هذا مال ابو القاسم. فهو متونس ويقول لك انه بخلوا وسخوا ونماستوا فاتوا لابو قاسم الطنبوري. واسقد ما الحذاء مالته مسخمان ثقيل وبينه بسيمير، وهذا ما حد اي واحد ما يطيق يلبسه ولا يطيق يستخدمه، ولما يضيع واي شيء هم يجيبون اللواء هذا تكرمون الحذاء مال عمران. وطبعا كانت الناس قلنا تشمئز منه، وكان ايضا كل هذا الاشمئزاز هم فخور ويمشي بطوله كانما فقد شيء عادي عنده. وفقد يوم قالوا له اكو واحد ابخل منك، قال من طلع لي هذا؟ اكو واحد ابخل مني؟ قالوا له بفلان مكان بفلان قريه وهكذا. ضحك قال يعني معقولي اكو هاك الشيء؟ قال لي لازم فضول فضول غاد ان يتعرف على هذا البخيل اللي بالقريه اللي موجوده يمن. فقرر ان يروح يرشعه ويزوره ويتعرفون على بعض. وطبعا هاي القصص حلوه يعني مثل ما واحد شلون عبالك عنده مباريات يروح يتبارى مع ذاك بذيك القريه. فايش عمل؟ قال خلي شويه اغير من ملابسي وكذا، فاخذ شويه ملابس معقوله رغم ما كانت هي مشققه ومرقعه وايه معروفه عند اهل مدينه الموصل، واشتغلوا حذاء وشال الحذاء خلانه على كتفه ما لبسه. شحن قال ما بخيل، قال ايش علش البسه وينعدم وهذا. واخذ معانه خمس ست بصلايات وخبز وغاح شد الرحال على القريه اللي عايش بها هذاك البخيل، ويريد يتعرف علينا وديش تمام ابخل منه او اكثر منه نماسه وسخ. فمشي بالطريق طريق بعيد، وقبل ما كان اكو وسائل نقل، ويمشي وقامت بطنه اشون تقرقر من الجوع. بخل على نفسه قال يلا خلي امشي بعد خلي اتحمل جوع شويه اتحمل، والشوك دمر رجلينه واتهتلف وتدمر. ووصل الى هذيك القريه ميت من الجوع، فدوغ على هذا الرجال اسمه عوض البخيل. فغاح الى بيت عوض دحاق اي ما بيت عباره عن حيطان لا سقف لا شيء، دق الباب انفتح الباب هو عباره عن خشبي خشبتين. قال له منو؟ قال له انا فلان. قال له انت عوض؟ قال له ايه. قال له انا جيتوك من فلان مكان فلان قريه القريه القريبه عليكم. قال له ما تفتح الباب ما تضيفني ما انا تعبان هذا. قال له يابا تفضل فوت. ففات على بيت عوض قعد قال له اهلا بيك على الجي والله. قال له انا جيت هكذا قالوا لي شغله واريد اتعرف عليك وهذا. قال له حتى البركه اخوي. وفهم قعد عنده عمره هذاك عوض قام يدحق رشع شيء الحمل لكن علاقه بيها ماي بيها بعد ما يعرف اشكو ببطنه. المهم فضوله الا يريد يعرف اشكو بهذا. قال له يابا ما تضيفنا ما تقدم لنا شيء وهذا. قال له الله كريم هسه هذا. فدحق عوض مسك
العلاقه مالته هاي اللي شايله كان على ظهره غشع بطنه بصل وخبز وماكو غشه وشويه ماي وهذا. فقام ايش عمل؟ قال له هسه انزل للسوق ان شاء الله اتسوق لك واعمل لك دعوه وهذا. فنزل عوض على السوق فسال اهل المن والدهن بالمنطقه، قال له عندك زيت عندك دهن عند هذا؟ قال له والله كل شيء عندي، عندي زيت وعندي دهن وعندي زبد وعندي كل شيء. قال له زين هذا اي ارخص شيء؟ قال له عندي الزيت هو ارخص شيء موجود عندي. فقال له دحق قال والله هذا اذا دهن ما يستاهل، وبكان ما هذا انا اكل الدهن. فقال له اطعيني زيت. فطعانه كميه قليله من الزيت وجاب الخبزايات مالته وخلاله بطنه ماي كلته ماي، وعجن الخبز مال عمران وجاء طعمه العمران دحق هاي تاليها قطعت كل هالاشواط هذا وكنت محترم عند اهلي واقربائي وجيتوا على هكذا نمس. فالتقوا اثنين البخلاء وطلعوا هيم ابخل من ابو القاسم الطنبوري، وكنا عندكم وجينا ومع ألف سلامة.